رمضان كريم. كريم علينا وعليكم يا رب. مساكي كمان رنا. الله يسلمك يا رب. هو فرصه لتدويب الكرش ولا لحت ولا لتربايته مثلا؟ زيادة. انا مش شايفه بيكتر برمضان. ما المشكله انه صاير هلا مو ضل كرش، يعني في ناس عم تجينا على عياداتنا انه بدها تربي كرش، انه هالامور هي قول تربايته سهله ما في مشكله فيها، ما مربع على الغالي. بس نحن شلون اليوم نحكي عن التخمه واسباب البطن بالرمضان وشلون نتخلص منها؟ يعني مثل ما قلتي رنا، احيانا نحن بنعرض كثير المشكله ونحكي عن اسبابها وهيك، اليوم مشان نركز عن الحلول. تمام. لانه هل كان يعني هو عرفان ليش ظهر، ويعني مثل ما بيقولوا الحقيقه ما بتخبي حالها، يعني في اسباب كثيره لظهور البطن وهالامور هي. حنعمل سبوت على الاسباب مشان ننتبه انه نحن ناخذ دير بالنا عليها القصه هي، وبعدين حنلاقي انه شو علاج التخمه برمضان، لان هي اكبر مشكله عندك اياها. مشكلتي برمضان اني انا بالنسبه لي في عندي وجبات، عندي فترات طويله، ساعات طويله بلا اكل، في ساعات طويله هلا خاصه هلا الليل قصير جدا. معك خلص هلا بدك تريح معدتك شوي نص ساعه، يلا ركود على بعد التراويح، يلا خلصت شوي ركود على السحور. فالفكره انه عندنا وجبات فوق بعضها، جهازك الهضمي ما حيلحق يهضم بهالموضوع. جاي احكي عن طريق انك تشبع حالك، تحس حالك رايق كل طول النهار وهالامور، عن طريق وجبه هيك خفيفه ظريفه على طريق على السحور، وجبه عندك اياها طريقه انك ما تحرم حالك من شيء، بنفس الوقت تاخذ مشروب ساخن عندك اياه بعده هيك يهضم الاخضر واليابس مثل ما بيقولوا. يعني احنا عم نحكي اليوم على مثل ما قلتي عم يختلف، يمكن كل النظام الغذائي عم يختلف، كل نظام حياتنا بشكل عام بشهر صحيح. رمضان المبارك، فالكل شوي نتيجه العادات السيئه او الخاطئه او الممارسات الخاطئه، او ممكن هي تكون نوعيه اكل معينه هي ممكن تاثر على هذا الموضوع. بالفعل انا هلا في دراسه حديثه قريتها جديد انه لقوا انه علماء انه سبب البطن والكرش احيانا مو بيكون اكل وشرب، بيكون احيانا عاده خاطئه، وبيكون احيانا كان وجدوا انه 30% من اسباب البطن او الكرش تبعنا ضعف عضلات الظهر. فلذلك نحن هلا ننتبه على عاداتنا على ناحيه الكمبيوتر الخاطئ مثلا. هلا نحن وقت بترتخى عضله القبطين عنا يا هو عضله الظهر والكتفين، بتولد فراغ عنا بمنطقه راس المعده، هذا دليل يعني مثل اي عمود عندك يا صار انحناء في زوايا مثل قانون هندسي. لا محال تتشكل زاويه هون تتشكل زاويه نفسها. تماما. ترك فراغ بالبطن بسيط جدا تماما وقعده مرخيه شوي بالنسبه لنا، حيرجع يتشكل هي منطقه الاختزان، لانه الجسم بدور على مكان فاضي وبيعبي فيه. ليش بنقول نحن النساء لا تستهينوا بعمليات استئصال الرحم؟ لانه استئصال الرحم حيترك حيز فراغ وحيتبلش البطن يتشكل بهالمنطقه الفاضيه. فبنرجع على الكرش تو البطن نحن اللي بدنا نسببه. هلا اذا اجينا قلنا يلا بدي اقعد هيك مثل العالم والناس، انا رافع ظهري ومشادد ظهري، لا وعيا ترجع بيرتخى الموضوع. صحيح. صحيح. اهم نقطه لمحاربه البطن هي تقويه عضلات ما تحت القبطين، يعني انا اذا جبت عصا عندك ياهو فردت ايدي حطها هون ولويت عندي اياها من اقصى اليمين لاقصى الشمال، هي العضله كثير بتتحرك بتمه، وقت بدي شيء اتني انا حانزعج لانه انت حتضغط على العضله. يعني احنا ممكن عود حالنا فتره تكون موجوده هي العصا بشكل تمرين، هذا تمرين يومي ممكن. انا بلاقي حتى من اهم من تمرين المعده اذا بقول لك إذا كان في عندي مشاكل ظهر، فهذا التمرين بيسحب المعدة العلوية، فهذا كثير مهم. يعني الحاجز بيجبرني أو بيذكرني دائما أنه ضل مجلس ظهري. بالضبط، هذا كثير بيفرق عندي إياه بالبطن العلوي. البطن السفلي أنا بقول تمرين المعدة كويس له، والمشي، المشي اللي حنحكي عليه هلا إن شاء الله بساعة المشي عندي إياها الذهبية اللي حنحكي عليها كثير بركز عليها، لأنه في ساعة ذهبية إذا مشينا فيها تعادل 4 ساعات فيما سواها. طيب شو رأيك نبلش من الصفر؟ يعني من عند يعني خلينا نقول وجبة الإفطار إذا هي صح وجبة الصفر بالنظام اللي بدنا نحكي في اليوم. بالضبط. وجبة الصفر هي وجبة الصفر، بس حط قدامها واحد لأنه هي قدامها الرقم فلكي بيصير بالأكل بهالوجبة الصفر هي تبعنا. هلا الفكرة الإنسان جوعان، وإطلاقا غلط يعني غلط جدا إنك تقول له كل شقفة شرحة كل أكل رمضان شهي، يعني أكل رمضان إذا أنت متذكر أكلة بتحبها الست الوالدة تطبخ لك إياها بتعمل لك إياها برمضان. فالفكرة نحن اللي بدنا نشتغل عليها هي إنه أنا آكل كل شيء بدي إياه وأنا ما حاسس حالي إني أنا حرقته هالأمور. أنا بقول إنه هلا العالم حافظة إنه تاخذ 3 تمرات، كباية مي كالعادة، طبق الشوربة، القمتين من الطبخة، الأمور هيك كلياتها، هذا كله حكي قديم ومكرر. صحيح. هلا أنا اللي بيهمني أمره إذا بدك تحافظ على البطن عندك يا سوي مسطح، بالنسبة لإلي شوف شو بدك تاخذ بعد هالوجبة الاعتدال. أنا بس بدي أقول لك كل اللي موجود بالصفرة لا تروح تحمل صحنك وتاكل أكل دايت عندك يا لحالك إطلاقاً، هذا مرفوض جداً برمضان. عندك مسمح لك كباية عصير وحدة شو ما كانت تكون، بيقولوا إن أمر الدين تمر هندي عرق سوس اللي بدك إياه. اسمحي لي بسؤال صغير هون عن هي النقطة تحديداً، يعني
برات رمضان بيقولوا لنا دائما او ناخذ نصائح يعني من اختصاصيين احيانا انه شرب السوائل اثناء الوجبه مع الوجبه هذا بيعمل كرش والى اخره. طب هذا لا غنى عنه اثناء وجبه الافطار، لاني انا بحب كون عمليه، يعني صدقني انا صفصفه الحكي والجمل المفيده ما بحبها. كلياتنا بدنا نشرب عصير على افطار بالوجبه المغرب، ما في حدا ما حابب يبلري او خاصه مع الجو يستمتع فيها. ما بسمع غير اكثر من كوب واحد، انا بتمنى العصائر الطبيعيه تماما ولكل عصير ايه اكيد اكيد ما كان فيه سكر لحاله اوريدي حيتوجه له بحل حرق بساعات الحراره هي. دكتوره ما في مشكله بكميات السكر، يعني اي مشروب ممكن يكون فيه كميه سكر شوي؟ شوفي اي عصير حيكون فيه سكر، حيكون غضبان في العضل تبع السكر كثير فيه عالي، لكن الطبيعي بيكون عندك اقل عندي حلاوه، والنقطه الثانيه افيد لجسمه. الشيء الثاني الماء لازم يشرب على دفعات، يعني هلا انا بلاقي لذه الارتواء كثير رائعه باول شفتين مي بفترة المغرب. خلصت شوية الارتواء عندك ياها، لا تعبي بطنك بريق مي وسوائل وعصائر. هذا بيعمل لك عصارات هاضمة، وهذا اللي بيعمل لك الكرش العلوي، لأنه بتتمدد العصارات بيصير عصارة هضم، الجسم عندك يا بينقل المادة من عندي عن طريقة مهضومة ومفككة لشيء اسمه مختزنة. عصارة الهضم أول ما تشكلت عرف إنه الكولون رح يتطبل هيك. فأنا بقول حكي منطقي عملي، كباية وحدة العصير اللي بتشتهيه، طبعاً مو المحليات الصناعية والهدول تبعات الأصبغة والهالأمور هي كلها. وإياك ثم إياك ثم إياك مشروبات غازية على المغرب، حتى لو كنت مدمن عليها على فترة المغرب بتعمل عندي إياها زيادة بنسبة مادة اسمها الفوسفات. هاي مادة الفوسفات بيحطوها حتى يخفوا لك الطعم الحالي العالية جدا بالمشروبات الغذائية. إذا أنت مدمن عليها بعدين فيما بعد، لأنه إذا تواجدت مع اللحوم من أكبر أسباب بطن تحت الصرة إلى منطقة عضلة المثانة، فهي ننتبه منها هاي الموضوع، غير إنها بتسحب الكلس الحديد، كل هالأمور هي هلم جرة. كباية عصير واحدة أخذناها بعد وجبة المغرب. أنا حأعطي وصفة للتخمة، وصفة عندي إياها شيء لا اسمه عندك إياها محاربة شيء اسمه مشاكل الكولون، يلي صاير كل اثنين ثلاثة عم تلاقي مريض كولون عندنا إياها موجودين بهالحالات هي بنسب عالية جدا. فأنا اليوم حأعطي وصفة للتخمة، وصفة عندي إياها شو بنشرب بعدها. إذا كان في عندي عم بحس بحالة امتلاء انتفاخ هالأمور هي كلياتها، مي سخنة مع نعنع، يعني مشروب نعنع مع عصرة ليمون كثير رائع. ما تمكن لي هذا الأمر، أنا بحب أشرب شاي بعد الوجبة، بتاخذ ورق نعنع أخضر ولا يابس؟ صحن من ورق النعناع، بتحطه ست البيت أو الوالدة بتحطه على الصفرة، بعد ما خلصوا يغسلوا مثل ما هي الورقة، مثل ما هي يعلكوا أوراق النعناع أو نعنع مشروب نعنع ساخن. والأفضل للناس اللي عندها مشاكل نفها وغازات علكوا، لأنه هي أولا بتحارب عندك ياها التخمة، والنقطة الثانية في مادة اسمها المنتول. هي مادة المنتول شو بتعمل؟ بتعمل عندها مثل كمبرسور هواء للبطن، فبتروح كل غازات البطن بعدها. فنحن بنقول النعنع بعد وجبة الإفطار، وخاصة إذا كان في وجبة فيها كباب برغل وهالامور هي كلياتها كثير بتحاول تسرع عندي عمليه الهضم. هلا في ناس دكتوره كثير بيحبوا مثلا الشاي العادي ممكن يشربوه بعد الوجبه، ممكن هيك كمان بالضبط يمشي الحال، بيسرع عمليه الهضم، بيسرع افراز العصارات البنكرياسيه عندك اياها كثير، بتعمل عندي عمليه هضم رهيبه. غير الطعم المحبب اللي بيطفي، يعني بتستمتعي بكل النكهه تبعه، هي محبب جدا. الوصفه الثانيه للناس اللي عندها مشاكل كولون، اللي عنده مشاكل كولون عصبي، بابونش ساخن مع معلقه اسمها الشمره، كمان بتعمل تضرب عصفورين بحجر واحد، بتروح النفخه والغازات. ومشكله اللي الناس اللي عندها كولون بتلين عندي عمليه عندي اياها الحركه الدوديه للامعاء، فما بيصير التقلص مرتين قفى بعضهم، ولا بيصير انفلات مرتين بالحركه الدوديه للامعاء، بيصير بالتناوب اللي هي العمليه الصح لعمليه الهضم بمنطقه الانبوب الهاضم. فنحن مشان ما نطول الحديث، عندي نعنع عندي اياها اما مغلي او مع الشاي او ورق النعنع للناس اللي عندها تخمه ونفخه، والناس اللي عندها مشاكل كولون كمان هي حتعاني من النفخة، بس هي بيعرف مريض الكولون حاله بيتراقب المرض الكولون مع مغص، يعني مو شيء سهل هذا صحيح. الموضوع مزبوط. فالبابونج والشمره هي الابدا افضل شيء. نحن عم نحكي لانه عم نحكي عن نعنع يمكن والبابونج وهي الاعشاب الطبيعيه اللي يمكن اغلب الناس بيلجؤوا لها بشهر رمضان المبارك، كونها هي يمكن لطيفه على المعده وممكن تكون ايضا مثل ما قلتي بتساعد على عمليه الهضم والتخلص من النفخه. رح نتعرف على معلومات اكثر عنهم بالتقرير التالي. بات بروز البطن مشكلة يعاني منها النساء والرجال، وذلك بسبب عادات الأكل الغير منتظمة بالإضافة للتخمة والغازات، ولكن هناك العديد من الأعشاب الطبية الطبيعية التي تساعد في الوقاية من الانتفاخات والغازات لنتخلص منها بسهولة ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. وأهم هذه الأعشاب النعنع، فهو يعمل على تخفيف اضطرابات الهضم والعديد من أسباب المغص وسوء الهضم. أما البابونج
يعتبر من المواد الطاردة لغازات المعدة، وهو فعال جداً في حالات عسر الهضم، بينما الزنجبيل يعمل على تحفيز انقباضات العضلات التي تحرك الطعام خلال الأمعاء أثناء الأكل، وبذلك يساعد على الهضم ويعالج مشاكل سوء الهضم. بعد ما تعرفنا على هدول الفوائد بدنا نرجع مع الاختصاصية التغذية ثواب الغبرة. إذا بدنا نسأل مثل ما حكينا هيك بلشنا الحلقة بسؤال إنه رمضان عم يكون لزيادة الوزن وزيادة الكرش أكثر ما يكون لتنقيص الشحوم. طب إذا بدنا وصفة لحتى نحن فعلا ننقص من الشحوم اللي هي موجودة بالحالات الطبيعية، كيف بدنا نستغل رمضان بهي الناحية؟ سؤال حلو كثير، لأنه بالفعل فعلا يعني فرصة هذا مو لأني زود سنتين من بطني، لا لنقص سنتين من بطني، خاصة في شغلات كثير حتساعدنا. وصفتين لا يعني بلاقيهم سحريات أنا بالنسبة لي لإنزال الوزن لدهون البطن المتراكمة بالذات منطقة البطن. هلا كلياتنا بنعرف القرفة، بنعرف عندي مادة اسمها الكركم، وبنعرف ان عندي مادة اسمها الكمون. هلا انا بقول للمرضى تبعي عندي اياها انه انا اذا عبينا القرفة البودرة الناعمة بكبسول، هلا حطينا كميات متساوية 20 جرام قرفة 20 جرام كركم 20 جرام كمون، حطيناهم مزجناهم بمطربان، جبنا كبسول فاضي متداول بالصيدليات ومتداول وين ما كان، عبينا الكبسولتين، اخذنا 3 كبسولات قبل وجبة المغرب و3 كبسولات قبل وجبة السحور. ثاني شيء مشينا ساعة بين الساعة 5 و6 المساء، لأنا بسميها هي الساعة الذهبية وكثير بركز عليها بكثير عندي إياها مجالات. هي الساعة بيكون سكر الدم عندي إياها إذا نحن صايمين بأخفض مستوياته، وقت بتمشي بهالساعة هي العضلة ما عندها حل طاقي إلا تاخذ مخزوناتها الدهنية من الخلايا الشحمية، تفتح على الخلية الشحمية. هلا نحن بنقول بالحالة العادية إذا فات الإنسان على نادي إذا مشي تقريبا حوالي 40 دقيقة، أول 20 دقيقة بفضي العضلة سكرها، المخزون السريع الطاقي، بعدها بتفتح على الخلايا الدهنيه بتبلش. فنحن في عنا بالرياضه اسمه بعلم الكارديو والهالامور في شيء اسمه تحمايه، تمرينات احماء صحيح. حتى يصير ينتظم النبض وعلى هيك، وبيبلش بقى الواحد بيقطع بقى بيسحب بالتمرين. نحن هي سكارسا موجوده عندنا خالصه جاهزه من دون احماء. بعد الافطار بقديش؟ هلا قبل الافطار يعني انا وقت بكون صايم، يعني هلا هي الساعه 5 ل6 لعنواتك هي ساعه ميته نفسها. هلا لازم مشاهدينا يكونوا عم يمشوا، هلا كنا عم يمشوا ولا هي وحملوا حالهم بعد الحلقه ويمشوا. هلا الفكره اللي انا بقولها انه هي الساعه اولا ساعه ذهبيه. ليش؟ اولا سكر دمك انت بالمستوى الاخفض شيء، الشيء الثاني لسه في ساعه لتاكل. يعني لو كانت مثلا من 6 ل7 بعد نص ساعه قدني المغرب حتاكل الاخضر واليابس، العضله بتكون شريهه للسكر اللي هلا نحن بنشربه والعصير والهي، فبتلاقي فورا عبت يعني اشتغلته فورا عوضته. تمام. اما في ساعه بتطلع وين المخدوم لسه بده يعوض. هلا نحن بنقول بعد الاكل اذا بدك تعمل بودي بيلدينج بعد الاكل فورا بعد الرياضه فورا روح كول. حسب الطبيعه بنبني نحن المنطقه، بدنا نبني صدر بنقول له هل الاكل هذا الانسب لك، هلا بدك تبني انت ظهر، حتى يمكن يزيد وزنا شوي ممكن يتبعوا هي بالضبط. هلا هي فورا بده ياكل لانه هون الترميم فورا العضله بتبعت اوامر للدماغ انه بعث لي انا متخرب من قسم من الخلايا العضليه عندي بدي رممها، فبتيجي بترمم القديم وتبني جديد. فالفكره انت هون بهالساعه هي اذا مشيت فيها تعادل 3 ساعات ل4 ساعات فيما سواها، فلي انا استغلها فقط اني انا تكون الوالده عم تحضر الاكل وكله كل الضغط على الوالده بتكون بهالوقت، لا روحوا اتركوها واشتغلوا شغله. هلا وخاصه هلا في واحد بيقدر يمسك ورده يمسك هالامور، هي الساعه ميته انا بسميها، يعني عواد ما تقضيها نوم وهالقصص هي كلياتها، او انه بتحس الوقت قضى لانه هلا بيكونوا كلهم فاتوا خلصوا من اشغالهم عم يستنوا اذان المغرب. صحيح. يا على التلفزيونات بتتقضى يا اما على هالامور، فهي ساعه ميته. حتى لو انت عندك يامسك ومسكها واستغلها بالمشي، هي نقطه. النقطه الثانيه كبسولات رح ارجع احكي عليها، 20 جرام كركم 20 أنا جرام كمون. هذا كيف بدنا يعني نقدر ال 20 جرام؟ كميات متساويه. هلا قصدي 20 جرام انه ما نكمل نكثر الكميات كثير، نساوي ل 100 بنعرف نحن ناخذها يومين وثلاثه وبعد الباقي تنكم. حتى الانسان يتعامل مع المواد الطبيعيه بعدم الاختزان، لانه كل ما تخزنت الماده الطبيعيه راح زيت الطيه. وليش انا بحب احطها بكبسول لتحافظ على الامور هي؟ بيسالونا ليش ما نغليها ونشربها؟ المستخلص نحن بعلم الكيمياء الغذائيه على طول تركيزه اقل من الكبسول.
هلا هاي الوصفه هي كثير رائعه، مثل حبه تنحيف رسميه، يعني انت عم تحصني حبه تنحيف بايدك وضمنان شو عم تاخذ تماما على هالاساس. فبناخذ هاي 3 كبسولات على السحور و3 كبسولات على قبل المغرب. هي ممكن تكون عفوا على المغرب، انا اسفه. هلا الفكره اللي انا بدي اجي السحور الحارق، السحور الحارق شو لازم يكون يوم اي يوم؟ لا، اذا استخدمت هالسحور الحارق انا كثير لقيته رائع جدا بهالمواضيع. موزه تنضرب مع الخلاط مع عصير بردقان مع ثلج او مي مثلجه، بتطلع مثل سلاش، مثل ميه عصير الفواكه تيتي فروتي، هي كثير طيبه. هاي بتاخذ مع 3 تمرات يوم اي يوم؟ لا، بتسحب البطن بدون السحر. اي شيء ثاني هي تكون عباره عن وجبه. هلا انا بقول اي بدون اي شيء ثاني، للناس اللي بتجوع كثير مع كبايه لبن، يعني عرفت كيف علي؟ فهي بتلاقي انه سحبت انتفاخ البطن، وهون بصير خسران وزن مع هالثلاث وصفات، المشي، الكبسول، السحور الحارق. تعبت بالسحور الثاني نهار، ثاني نهار عمل نوع واحد من انواع الحواضر اللي بدك اياه، مره فول مره مسبحه مره هي. ولا تنسى أمر الدين، أمر الدين بالسحور أحسن من عن المغرب، لأنه بيلين لك الأمعاء وبيخلي لك معدتك تمشي وتصرف بفترة عندك ياها فترة. في مين بينصح بال بال لا اللي بيعمل احتباس سوائل بال عرق سوس؟ عرق سوس تماما، اللي بيعمل احتباس سوائل فممكن بينصحوا فيه على يعني على طول ظالمينه للعرق سوس بهالاحتباس السوائل. لك نحن معلقتين شغل لك شريحتين شيبس بتحبس السوائل اكثر من كبايه عرق سوس. هلا الفكره انه فعلا بيحبس السوائل، نحن ما حنقوله لمريض الضغط، بس كمان حتى لو مريض الضغط رشف رشفتين واذا هو بيحبها مو هالشيء الفظيع يعني، لكن كل يوم عرق سوس كل يوم عرق سوس هذا بيحبس بس نوعا ما. واذا عندك مشكله ضغط بعد عنه قدر الامكان. ما عندك فيك يوم تمر هندي، التمر هندي منقي للدم، يوم عرق سوس، يوم عصير من عصارة، بس يا اخي بس بعد عن المشروبات الغازيه اثناء المغرب. تمام. ما بتتخيل قد ايه بتعمل عصاره هضم. تمام، يعني الموضوع يمكن كثير واسع واكيد رح يمكن نفرد له حلقات قادمه ان شاء الله الاسبوع الجاي بنرجع بنكمل بهذا الموضوع. شكرا لوجودك معنا دكتوره ثواب الغبره. شكرا لك دكتوره، يعطيك العافيه. يا سلام. المطبخ السوري مشاهدينا والأكلات الشامية تحديدا هي من أشهر وأعرق الأكلات الشرقية على الإطلاق، فهي تحتوي على تنوع هائل وقيمة غذائية عالية، وما بننسى الطعم الرائع والمنظر الذي يفتن الألباب.